السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو سمدي. النهار إن شاء الله غنقدموا واحد الحلقة ديال كيفية الحفاظ على صغار الأرانب في فصل الصيف وحر الصيف. كما كتشوفوا معايا هاد الشبيكات هادو عندهم هاد الفسحات هكا، هادو خاصين بواحد النوع من الأقفاص. أنا بغيت نشارككم هاد الفكرة هاد النهار، لأن في الحقيقة على حسب التجربة ديالي هاد النوع من الشبيكات كي يبردوا الأرانب. كيفاش الطريقة اللي غادي يبردوا بها الأرانب؟ كما كتشوفوا معايا هما هاد البيض ديال الولادة، هانتوما هادو كاين مرقمين من واحد حتى لأربعة، هانتوما كما كتشوفوا. هانتوما إلا لاحظتوا معايا في هاد في هاد في هاد في هاد الشانشيلا هادي، هاهي راها والدة. هانتوما غادي تشوفوا أنها الأرانب ديالها، شوفوا كيفاش راهم دايرين، راهم مبردين. علاش؟ لأن هاد القفص هذا كيكونوا مفتوحة لواحد الفتحة ومخلين واحد سنتيم سنتيم هكا باش كتخشي فيه هاد النوع من الشبكة. ولكن تسمو كيوقع أن هاد الفتحات اللي كتكون في على الجوانب، هانتوما أنا نصور من التحت وغادي تشوف. هانتوما شوفوا هنايا راه كاين البرد، ها شوفوا الميكا كيفاش كتحرك، يعني راه كاين البرد وهما ديما مبردين. هانتوما واخا يكون الحديد هنايا يعني في واحد النوع من الحرارة، هاد الشبكة هادي كتجي حادرة على البيت الولادة. هانتوما كيما كتشوفوا، هانتوما كاين واحد السنتيم هنايا السنتيم وكتخشيو فيه الشبكة. سمو كيوقع انكم هاد الشبكات هادو بغيتو مثلا شحال واحد غادي يسولني غادي يقول لك هاد الشبيكات هادو الا مشاو تتوصف كيفاش خصنا، واش غادي نبقاو نحلوا عليهم وغادي تجي القضيه صعيبه. هانتوما نوريكم الطريقه اللي دايرين في هاد النوع من الاقفاص. هانتوما نفتح هاد القفص، شوفوا هاد الطريقه كيفاش دايره، ان كتمشي لهاد الجهه وكتجبد بهاد الطريقه صافي، وكتقدر تحيدوها. هادي ممكن انكم تحيدوها هكا بهذه الطريقه. ثم هذه راه مده وهي ما مغسولاش، هاد البابيون الفرنسي راه باقي ما ولدتش، عليها هاد بحال العجاج جا فوق هاد الشبكه هادي. هانتوما كما كتشوفوا انايا راني في فصل الشتاء كنت داير لهم السكوتش لان كان كيجيبهم البرد بزاف، اما في الصيف ممكن هاد السكوتش نتخلصوا منها هكا وتخلي هاد الفتحات هادو يتنفسوا منهم. هانتوما بطريقه سهله ممكن اننا نغسلوها، هانتوما كنتحطوها فحال هكا بهذه الطريقه، تكبوا عليها الماء كتغسل عادي، تغسلوها. هانتوما هذا راه ما هو الا خبز صافي، كتحصلوا عليها بهذه الطريقه. وممكن انكم تردوها للمكان ديالها غير تنشفها واحد شويه، لان انا اللي بالصغار ما خصهمش يسردوا. المهم هذه راه باقي ما ولدتش، هاد السكوتش ممكن انا نحيدوها منين تولد. هاد السكوتش على حسب الفصل الشتاء، هاد الجهه كتكون البرد، يعني هاد الجهه اللي من تحت هكا كتكون بارده عليهم. اما دابا ممكن انكم تخليوها باش بحرا باش يتنفسوا، لانهم كيجيو حاضرين وهاد البرد كيبقى يصوت في هاد الجهه وكيتبردوا. هانتوما الطريقه كيفاش كتركب. هانتوما كتشوفوا هاد الكاج هذا، شوفوا هنايا شحال مخليين تقريبا واحد السنتيم خارج هنا على الجوانب. هانتوما شفتوا سنتيم كتجي وكيكونوا معبورين قد الشبكه ديريكت. وهاد الطريقه راه غير انا صانعها، ماشي بوريجين، ممكن انكم تصنعوها لراسكم. هانتوما غير كنحد كطلق الشبكه كتكي عليها، شوفوا انها ثبتت. هانتوما حقيقه طريقه يعني مبتكره ويعني فعاله، جد فعاله. كاين هاد الدواره هذه كانت فيه لوريجين في هاد القفص، هما كانوا دايرين حديده هنايا وكانوا متقبينها. انا حاولت انني نقطع هاد المورسو هذا وخليت فيه غير سنتيم وشريت هاد الشبيكات، هاد النوع من الشبيكات. هانتوما الشبكه هذه كدير 5 دراهم. هاد الشبكه في الحقيقه راه كتستعمل الاواني، كيغسلوا فيها الاواني هنايا، ما غالياش بزاف وزعما متينه صحيحه في الحقيقه، يعني راه مزيانه.
هاد السنتيم هذا اللي كيكون خارج هنا هذا من هنايا هكا هو اللي كي هو اللي كيتحط عليه هذاك الشكل بحال هكا فهمتوما انت راه في الحقيقه متينه وجد متينه هاد الجهه هنا هي بيت الولاده وفي نفس الوقت ملي كتطلو من التحت كتلقاه نازل بواحد نقول واحد 5 سنتيمات ولا 7 ديال السنتيمتر مزيان هاد الجهه ممكن انكم في الصيف تعيدوا هاد السكوتش هذا باش تنفس فهمتوما باش يدخلهم البرد يتنفسوا وفي الشتاء لان كيكون البرد بزاف من الاحسن هاد الجهه انكم ديروا لها سكوتش صافي غير سكوتش وصافي البرد ما غاديش يبقى يدخلهم اذا هذه طريقه مزيانه وجد فعاله انتم كما كتشوفوا بهاد الطريقه هكا غير كاينه قضيه ان الكبار الا مشاو توسخوا في وسط منها من الاحسن تبقاو واحد المده تبقاو تنقيوها تنقيو داك الفضلات ديالهم اعزكم الله لان هذا هو الحلقه ديالنا ديال النهار حاولوا انكم تطبقوا هذه الفكره هذه هي الفكره ديالي 100% مبتكره وخدمت بها في الحقيقه راها مزيانه انتم كما كتشوفوا يعني كتبقى الشبكه مهوده بواحد نقولوا 10 سنتيمتر كتكون مزيانه انتما عندي هنايا 4 ديال الولادات انا مرقمهم انتما واحد داير الارقام هكا هكا وكان كنت كنكتب عليهم هنايا على حساب الام الا كانت ولدات ولا كنكتب عليهم هنايا و يعني في الحقيقه خدمت بهم مزيان هاد الولادات بحال هكا وداير لهم باب من هنا من الفوق هكا صافي وصلك عادي انه يتحزم هنا صافي هذه هي الموضوع ديالنا ديال هذا النهار يعني كيفيه الحفاظ على صغار الارانب في فصل الصيف بواحد الطريقه مبتكره شبيكات هكا انهم كيكونوا حاضرين كيبقى البرد كيصوت من هنايا وكيبقاو هما هنا كيتهواو ان ماشي دير لهم واحد نقولوا صندوق وتحطهم فيه راه غادي يتغلبوا بالسهل ولكن بهذه الطريقه هذه الحمد لله راه قدرت انني نتجاوز هذه الفتره ديال الصيف اذا الحلقه ديالنا راه سالات الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا تكيو على زر جيم باش تساندونا وتكيو على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي ان شاء الله الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.